هلا، شلونكم؟ اخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير. طبعا فتحت لايف لانه صار لي هوايه مفاتحه لايف ما حاكي وياكم، فحبيت انه شوي هيك ندردش. اكو اشياء هواي حابه احكي بيها. طبعا ما شاء الله كل يوم وحدة جديدة. ترى أنا من 2015 أخاف أنت نايمة. المهم خلنا نحكي بموضوع مهم، جديات أريد أحكي بهذا الموضوع. شوفوا، أحيانا كل واحد بينا يحسد الله حسد عيشة، خلينا نسميه شلون. مثلا وحدة منين اشترى السيارة؟ ها منين لك؟ منو جاب لك؟ ها من الطاج؟ ها لا ليش؟ يجوز هي البنية مشتريتها بفلوسها، يجوز هي البنية مشتريتها، يجوز انه اهلها جايبيها الها، يجوز انه انت شو عليك؟ انت شو مالتكم؟ يعني جد جد يعني واحد اشترى سيارة، ها مالك؟ ليش بدل ما نقول مبارك عليك على الخير، شايف خيرها، الله يكفيك شرها، منين لك؟ شلون جبتها؟ او اوف فلوس فلوس مليونين فلوس. لا خو يا ريت تفتحين موضوع مفيد. تحاج بلوك. المهم ليش عندنا هذا الحسد مال عيشه؟ ليش ما نتمنى الخير لغيرنا مثل ما نتمنى لنفسنا؟ ليش دائما نشوف واحد مشتري شغله حلوه تشوفه انه ها ميلك من اشتري من طاك ياها؟ لا خو اقول لي على الخير، مبارك عليك، شايف خيرها. تشوف دائما عندنا موضوع هذا اللي هو حسد العيشه، ما نقدر نتمنى الخير لنفسنا، دائما عيننا على لقمات غيرنا. خل احكي هيك بالعاميه وطق بطق، دائما عيننا على لقمات غيرنا. ليش ما احنا نتمنى الخير لغيرنا مثل ما نتمنى لنفسنا؟ ليش دائما عيننا على ايد غيرنا؟ ليش ما قانعين باللي احنا عندنا اياه؟ يعني نشوف انه الحسد، الغيره، الحسد العيشه منتشر بشيء مو طبيعي. فيعني والله العظيم جديات دا احكي، يعني مثلا على سبيل المثال اشتريت شغله، من اشتريتيها؟ من طاتشا عزيزي؟ ماخذه من بيت ابوك؟ يعني مثلا انا اشتريت مثلا سياره فخمه، الكل منين لك؟ زين اوكي، تراني من 2015 دا اشتغل قنوات واعلانات، يعني وشنو دا جمعت لي كم فلس واشتريت لي شغله انا احبها؟ لازم انه اني منين جايبتهم من الطانيه؟ ترى كل واحد يشوف الناس بعين طبعه. اذا انت طبعك سيء لا تقيس الناس على اساس طبعك. نحكي بالله شغله ثانيه، شغلة ثانية انه البنات دا شوف التعليقات. مثلا انزل صورة، انا بالصورة مثلا كاتبة شلون البرد. عزيزتي ترى ما قايلت لك شلون وجهي، شلون شكلي، اعطيني نسبة ايش قد تقيميني انا جميلة ام بشعة، كاتبة شلون البرد. ليش احنا دائما ندقق بالصورة ما ندقق بالكلمة المكتوبة او بالكتابة المكتوبة، او انه اشوف الموضوع شنو البوست؟ ليش دائما احنا سطحيين نبوع على الصورة وعايفين المضمون؟ عفكم من هاي همينة. شغلة ضحكني اكثر، ليش البنات من يشوفون وحدة حلوة ما يقولوا انا من اشوف وحدة حلوة بالشارع اقول ما شاء الله شقد حلوة؟ لا هنانة شلون تجميل تجميل. لا عزيزتي حلو انت تعترفين انه اكو بنيه حلوه، وحلو انك تعترفي مثلا انه هاي جميله ما شاء الله تبارك الخالق. دائما عندنا هاي السوره مال ها تجميل. حبيبتي شبيك؟ جديات دحك والله شبيك. انا احب اعرف انه ليش، يعني ليش ما عندنا هذا الشيء، هاي ثقل بنفسنا لتخلينا انه احنا نعترف انه غيرنا حلو. كل انسان عنده ميزه، عنده جماله، عنده طبعه، عنده هوايه من الامور اللي تميزه عن غيره. مو ضروري انه والله اني لازم اذا شفت وحده احلى مني ها تجميل وانت تلعبين النفس. وانت عزيزتي خلي عندك ثقه بنفسك. طبعا اني ما اقول الكل، اقول اللي اقرا تعليقاتهم.
فيعني حلو انه يعني نتمنى الخير لغيرنا، حلو انه احنا من نشوف غيرنا عنده مميزات حلوه نقول ما شاء الله شوف ايش قد حلوه هاي السالفه بفلان، مثلا غسل وجهك واكتفي ببوتوكس حقا يوميا. عزيزي اذا اول شغله يا متخلف، ميز بين كلمه بوتوكس وفيلر. يا متخلف، البوتوكس يستخدمه للتجاعيد، الفيلر للنفخ. اوكي اي يعني مرات يحجون تجميل شيء ما شو مسوي انت تجميل او ما ادري شنو، انا ما مسوي تجميل ترى، انا مسوي فيلر، خليت فيلر في خدود شويه وكان كلش هوايه فذوبته. ف ترى حلو الانسان اذا يعتني بنفسه ويرتب بنفسه، يعني مثلا ها واكو ناس يقولوا مثلا شيء ما انت قبل كنتي حلوه او انه انت هسه صايره مو حلوه، او ترى شوفوا مثلا ترى 2015 انا عمري كان 20 سنه، 15 16 17 و18، لا كنت شكت والله 20 19 من دخلت مسابقه الملكه الجمال، بس انا عمري راح اصير 24 سنه. الانسان ترى يتعب، أنا يعني المشاكل اللي مرت بيها والظروف اللي مرت بيها كبرتني، كبرتني بالشكل، كبرتني بالعمر، كبرتني بكل شيء. شيء ما أنت كلش أم ولد وعيب سوالفك على سناب، عيني ست شريفة حبيبتي. يا ما أنا قلت لكم لا حد يعكس أخلاقه ويعكس تصرفاته على غيره. فخلينا نرجع نحكي بهذا الموضوع. المهم يعني كل واحد، انا يعني مثلا تعبت بحياتي هواي، تعبت بشغلي، تعبت مرت بمشاكل، مرت بظروف. يجوز انا من دخلت لهذا المجال كنت ما اعرف هواي اشياء عنه، تصرفت بتسرع، تصرفت بهواي امور طفوليه، غلطت هواي، تشفصت هواي، يا اللي يحكي عليك التجاوبه وهالاشياء هاي. فالإنسان يتعب يعني بالشكل بهواي أمور. فأنا يعني أنا تعب شكلي، تعبت جديا، تعبت هواي، تعبت وتغيرت. والإنسان من يكبر تتغير ملامحه وتتغير هواي أمور بي، يعني ما أبقى أنا مثل 2015 عمري 19 سنة، راح أبقى هيجي مثل أنا ما كان عمري 19 سنة، هسه راح أصير 25 مثلا 25 سنة أو فد 30 سنة، شكل هذا ما راح يبقى نفسه، أكيد راح أتغير وراح يكبر شكلي وتكبر ملامحي همين، لكن تبقى طيبة القلب، يبقى الجمال الداخلي، تبقى روحك الحلوة وتعاملك ويا الناس، هاي الأمور اللي هي تبقى وحدها. طبعا هسه قولوا لي ليش هيك تحكي على كيفك، لا والله لا دا تعقل ولا شيء، بس كلش تعبانه لان يوم صار برنامجين ورجعت نظفت البيت كله وهسه يلا قعدت، فحبيت انه انا احكي لكم شويه لانه صار لي هوايه منقطعه وما دا احكي. اللي يقولوا لي انت تتشاقين بالقناه ويا البنات او شيء عادي، اني يعني دول اصدقائي بزملاء عملي، اني احسهم عائلتي الثانيه. فيعني انه انا بعيدة عن اهلي بس انهم عائلتي الثانية. وحدة كاتبت ليش قلت الغين، رح انطيك بلوك حبيبتي حتى لا تضوجي انتي ما حاجة. هسه مثلا هاي احد احسهم انا اطفال. انا ما عاجبني هذا اللايف، شكو ادخل عليه واباوع زين؟ ما حي وحده ايش كاتبه وجه القندره، يسول من هالكلمه اعتذر منكم، مثل ما قلت لو تارا فارس يوم قلت ان شاء الله ونخلص من النماذج الوسخه بالمجتمع. والله النماذج الوسخه بالمجتمع، الناس الهمجيه، الناس المتخلفه، الناس اللي ما عندها ثقافه، الناس اللي ما عندها ذره اخلاق. يعني الموت صاير انه مثل اللعبه، ان شاء الله تموت فلان، ان شاء الله تموت فلان، ان شاء الله تموت فلان، ان شاء الله تموت علتان. ليش تتمنى الموت لغيرنا؟ ترى ما حد منصب، ما حد منصبكم ارباب علينا،
وما حد منصب أحد حتى والله أنت تختار فلان يموت أو فلان يموت. يعني ترى الله سبحانه وتعالى هو واحد اللي ياخذ روحنا، هاي الروح عندنا أمانة، وكل واحد بيومه، سواء إذا مات مجلوط مات مقتول، الله سبحانه وتعالى عقد مقدر له عمر بالدنيا. وثمة البنية عفوها، ترى حتى الميت ما خلص من عندكم، الله أكبر، الله يرحمها. يعني بغض النظر عن كل شيء، بالأخير أنه هاي البنية ماتت موتة ما تستحقها، يعني كإنسان حرام. احنا نشوف بزونة مدعومة بالشارع نظن نقهر عليها، مو إلا بشر ينقتل بالشارع. ف يعني تمنوا الخير لغيركم. والله العظيم يعني أنا هسه من إجيت العمان، ناسهم واحد يحب الأخ، متعاونين بيناتهم. يا ويلك تجيب انت مثلا جيب اسم واحد، مثلا نجيب مثلا اثنين اردنيين اصدقاء، انت احكي عليهم، انت من غير بلده واحكي عليهم، شوفوا شلون يوقفون مثل السيف بوجهك. ليش احنا ما نصير هيك وندافع عن مثلا اشقائنا، ندافع عن اصدقائنا، ندافع عن مثلا مشاهير؟ المشاهير ترى ذولا ولد بلدكم، ما يكون. انا من جيت للاردن الكل حابني، الكل فخور بي، الكل يقولون هاي بنت العراق، هاي بنت العراق. بس حلو يعني انه الناس كلها هنا لها تحترم، ما تغلط ما تتجاوز. خلينا نجي نحكي على موضوع هذا الموضوع، موضوع التجاوزات واللي والامور اللي دا تصير. ترى اكو البعض يجي يحكي باسم الدين، الدين وانت مو محجبه، وانت ترى الدين معامله، الدين معامله، الدين اخلاق، الدين انه انت ما تغلط على غيرك. بس للاسف احنا لو عندنا رقابه بمواقع التواصل الاجتماعي كان هسه ما بقوا التينيجر اللي المراهقين، طبعا مو الكل، والله اكو مراهقين عقلهم يوزن بلد، لكن اكو البعض تلقى عمره 7 سنوات وثمان سنوات بيده موبايل وقاعد يغلط وقاعد يسبسب. فمو بس هاي، اذا نجي اللي يغلط واللي دا يسب واللي دا يعني يتجاوز، ايش راح تستفاد؟ انت فشرت بالكومنت، انت راح تبين انه انت دبسز، انه انت ادبسز، انه انت ما متربي، انه انت ما عندك اخلاق، انه انت انسان منحط. هذا اللي راح تبينه، ترى انت من تجي تغلط على فلان او على احد، انت ما راح تاثر عليه، ترى انت تتاثر على نفسك، تتاثر على اهلك اللي ربوك وتعبوا عليك. ف يعني مع الاسف انه اكو هيك نماذج محسوبين علينا احنا كعراقيين. موضوع اخر حابه احكي اهم نبي، على سبيل المثال حنا راقبت هاي الشغلة كلش، أنزل صورة بلا مكياج. ترى طبعا أوقفوا لحظة، أنا ترى ما أحكي على العراقيين بصورة عامة، لا بالعكس، أنا ولد بلدي أحبهم وبنات بلدي أخليهم تاج على رأسي، بس أنا أحكي على اللي نازل اللي تتجاوز واللي دا تغلط واللي هي مو متصالحة ويا نفسها. بس مرات أنزل صورة بلا مكياج، الكل وردة منورة تخبلين تعليقات كلش حلوة، أنزل صورة بالمكياج يفشون. زين زين صار تفتهم يعني شنو اللي اختلف، يعني شنو اللي تغير؟ هاي معناته شنو؟ معناته إنه البعض ناس شكليين، ناس متخلفة. أنت حاليا وين؟ أنت متزوجة؟ شوف هالأسئلة بشخصية، مثلا انت متزوجة او انت انزين، انت وايد عصبية، والله مو عصبية، وليش ما مفكرة متزوجة؟ وهذا اللي يقول لي عنستي. شوف خلقكم ان شاء الله، ماكو بنية تعنس، وماكو بنية يفوت القطار، وماكو بنية والله خطية دا ما تزوجت. ترى مو كل بنية انه لازم يكون حلمها وطموحها الرجال، فيجوز انه يجوز انا عندي
يعني هذا الموضوع تبني كلاس. اي المهم يعني مو جزء انه مو طموح، جزء الطموح تكمل دراسة، يجوز انه واحد يقول المتخلفين خربوا سمعة العراق، لا العراق سمعة حلوة، وما شاء الله بالاردن هنا يموتون على العراق، يموتون على شيء اسمه عراقي، بس احنا بيناتنا والله مو مصالحين ويا نفسنا، هاي للاسف هاي الديسر. المهم بقى مثلا عندكم هذا الادبسيز، واحد من الادبسيزية طبعا حكي وفشر. عدنان خطيبة شيخ بار بن البصرة من عدنان. المهم يعني انت مثلا انت من تغلط وتفشر يعني مش استفادت، والله جديات صح، والله يعني شو استفادت انت من تتفشر على بنية وانت عندك عرض بالبيت، عندك خوات انت، زين انت ما تخافش عقب واحد يسب خواتك وعرضك بهاي الطريقة المقرفة؟ زين انت من تتفشر ما تقول انه انت بما انه انت شريف وابن اوادم وابن عائلة، من تيجي تفشر وتقول مثلا انه فلانة وكلمات بذيئة وانت على اساس الشريف، زين انت يا الشريف ما تقول اكو مثلا بنات صغار دي يتابعن هذا اللايف، او اكو بنات دي يتابعن هذا اللايف وانت كرجال شريف عندك غيرة وعندك اخلاق ويشر الشرف منك، شلون تعلق ايش تعليق بذيء وتخلي الناس تشوف والبنات يقولون هذا التعليق اذا انت خوش زلمة؟ هذا دليل على مدى تخلفك ومدى انحطاطك بنفس الوقت. طبعا ما اريد مثلا انا ما اريد اقول انه مثلا انت عرضك او هاي، لا، لان امك واختك واخواتك ما لهم دخل اذا انت واحد متخلف ومنحط. فهذا اللي اردت احكي، بس مو انه مسألة انا جاي ارد او شيء، بس انه خوش سيارة اشتريتي منك فلوس مثلا، هذا التعليق ماخذ من بيت ابوك من بيت امك بشتريه، مثلا انه طالبة منك فلوس. شوف هلا اقول لكم شغله، هنا انا بالاردن كل موظف له حق ياخذ قرض، تقدر تاخذ قرض، تقدر تاخذ بسياره، تقدر تاخذ ببيت، تقدر تاخذ باي شيء انت تريده، هذا انت حر، فيعني عادي حالي حال اي ناس، كانه انا مقيمه ما انا عندي الاقامه اقدر انه انا اخذ قرض، وانه انا على مرتبي واقدر انه انا اخذ سياره بالقرض، يعني اوكي ما حاجه انه بر لك، فيعني مش نميل لك فلوس، يعني أنا ترى مطالبة من عندك وممجدية من عندك وما أعرف يعني، وأكو هواية هيك ما نقوا على السيارة ترى ندعمت. أنتي منين تجيبين فلوس كلها من ملها؟ شوف أنا طبعا أنا آسفة أعتذر لأقرأ هاي التعليقات، بس أريد أحكي أخاف متزوج واحد أردني ونايمة براسه ما أدري شنو. هاي دليل على انحطاط والتخلف اللي دا اشوفه. ترى انا بديت حياتي من 2015 وانا اشتغلت بكم قنوات سويت هواي اعلانات، ف يعني جمعت لي مبلغ من المال ان انا اعيش بحياتي اترفى بيها، ان رغم ان اني تعبت في حياتي، فهي صح اجت وقت ان انا ارفع نفسي شوية. فانتي تجيبين فلوسك صار من كمان من ملها من ما اعرف شنو، يعني اول شغلة اذا انت تشتغل بهيج اماكن ها، فغيرك ترى ما يشتغل بيها، اذا انت هيج منحاط وانسان سوري من هالكلمة تافه وما تسوى نقلة وتشتغل بهيجي أماكن، فترى مو كل الناس مثلك، وإذا أنت عندك خلل بمشكلة اسمها الشرف والعفة فترى مو كل الناس منك. خلوا ببالكم شغلة، اللي يحكي بالشرف هواي واللي يحكي بالعفة هواي هذا عنده خلل، مستحيل إنه واحد عنده واثق من نفسه يجي يقعد الشرف والأخلاق والقيم ولا لا لا لا. ف يعني لا اذا عنده خلل، فيعني كل واحد يحكي بالخلل اللي بيه جديات. ف
فأني والله العظيم فرفشني والله أمنيتي إنه شكو واحد متخلف منحط إنه يطلع من حسابي جديات. شنو هاي المحاضرة؟ شوفوا هواي أكو ناس تجي تحكي بأمور مثلا تجي أمور تحكي بها أو تنصح بها يقول لك ها أنت تنظم محاضرة وتصير فتشي براسنا أو لا بالعكس والله مواضيع هيجي يا بس أنت تنقطين شرف عيني أنت أنا والله عفت الشرف إلك جديات اللي شكو واحدة تحكي بالشرف والله العظيم ثقوا بالله شكو واحدة أو واحد يحكي بالشرف ويغلط هذا معناته يتمنى يمتلك هذا الشيء حتى انه هو يصير مثل المقابل. فخليتكم ثقة بنفسكم خليتكم ثقة بشرفكم حتى حاطة مكياج والله ما طالب القلم الحمراء مال قرايبك اي فهو اكو جديد. خلينا نحكي بغير الموضوع. اكو هو يسألوني على اسناني شوفوا انا اسناني سويت قص لثة لانه كانت مش تضحك كانت لثة تبين فطولت اسناني فمن طولتهم شوية صار شكلهم احلى. هسه اي شخص عنده سؤال عنده شيء يريد يسألني. ذاك اليوم اكو تعليق شفته كل شي ضحكني ما ادري على شنو كان يحشر ما اعرف بيج على فيسبوك واحد ايش قال ها هسه شيء مقاسم يسوي لايف وتاكل شيبس وتحشب وتعصب ممكن تردين على تعليقي اسنانك كلش حلوه شكرا بس كل بنت سمت ليش من ورد العراق شكرا لك عزيزي شنو تخلين حواجبك والله حواجب واو تخلي شيء بس انا حواجبي تخان غني الله شلون صوت عندي اني هم تفكرين ترتبطين لا ماركة المكياج يعني ماركة قوش وعدسات ترى ما خلي هاي عيوني اكو هواي مرات يحكون انتي شي ما انتي ما مخطوبة شي ما انتي متزوجة شي ما انتي شوفوا انا حياتي الشخصية عزلتها عن السوشيال ميديا بعدت حياتي كل البعد عن السوشيال ميديا الشخصية يعني اخذت درس بالحياة هو واجهت مشاكل فهسه اني ما حد يعرف بي يعني مخطوبه سويت مخطوبه سويت متزوجه سواني بعد ما متزوجه فحياتي الخاصه تخصنا وحدي اني وان انخطبت وان كنت مخطوبه وان تزوجت وان كنت ما متزوجه فمستحيل بعد انه اني اعرض حياتي على السوشيال ميديا لانه السوشيال ميديا اذتني لانه من عرضت حياتي اكثر وهواي سويت يعني طلع حياتي للعالم او شيء لا انتوا على راسي حلو انه انتوا اشارككم اشياء تفرحني اهم شيء لتبكين لا ما ابكي شبكي الحمد لله شكرا مرتاحه وما ابكي ف يعني حياتي الخاصه خليتها لي انا نفسي شيء ما شيء ما انت شو تحطين شعرك شوفوا والله عندي كريم انا اشتريته وجربته على شعري كلش حلو بس جديات يعني قلت جنن جديات ما خاف اصور تقول ها اسوي اعلانات لان انا شوي مبتعد عن سالفه اعلان ما اعلان ماذا اسوي سيارتك كثير حلوه مبروك على السياره والله السياره دعمتها بالله العظيم دعمني جدا انزل نزله وجا واحد طاق ضربها هسه تتصلح ما شفت خيرها والله شفتك بعبدون من فترة شي ما كنت مستعجل ولا سلمت عليك تحياتي لك وردة صدق بنات خلي اشوفكم هذا الكريم اللي اساسا دا استخدمه اني دقيقة
يعني مثل السيروم وكريم، اثنين ينخبطون مع بعض وتخليهن ورا ما تطلع من الحمام، ينعم الشعر كل شوي. اي طاولة بالله، لحظة بس اخذ هذا لازم وياي على طول، لانه هنا الانترنت مالتنا هيجي حتى انه يكون الاشتراك شهري. دقيقة تكة تكة، اي خلي اشوفكم بنات. هذا ال لحظة، هذا الكريم اللي لا استخدمه، شوفوا هذا بنات، هذا وهذا من نفس الماركة. شوف هذا تخليه شوي بايدك من هذا وشوي بايدك من هذا، وتخبطيهم وتخلين على شعرك. والماركة صدق مال المكياج، ترى استخدم اني كوش جوش يعني على الميز مالتي دائما. شوفوا انا احبها كلش الماركة، يعني فونديشنات الحمر مالتها كلش كلش انا احبها. فهذا اللي اخليه الشعر والله. ونوبات بنات اخليه زيوت، يعني زيت ارغان، زيت جوز هند، هاي الامور اللي يعني اكثر 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 شيء اخليه انا على على شعري. حنطفي الضوء حتى لنا صف كهرباء. اي ف تنذني اكثر شغلات اني استخدمهم. طبعا نشف ريقي واني احكي، نطلع لنا شغلة نشربها. نشرب ريت بول يا ف يعني اخلي الزيوت 24 ساعة شعري. ومو بس هاي، مرات اكثر شغلة اسويها اني انه كل شهرين اقص اطراف شعري. فالقص باستمرار يطول الشعر. لحظة، القص المستمر يطول الشعر، يعني مو قص المستمر، يعني قصون اطراف شعركم كل شهرين مرة شوين نتفاية. بس خلي موبايلي بالشحن. ف حلوه بلوزتك عجبتني. ها ماما، هاي طبعا هالبلوزه اللي لابستها اني، شوفوا هاي بلوزه ماما بها ريحه امي، من جت العمان اعطتني اياها. المهم كم مره تقصين اطراف شعرك بالشعر؟ شوفوا شعري هسه اني بس انا مثل اول ترباحها قصيت، شوفوا اطراف شعري مو متقصفه. فدائما قصوا اطراف شعر، اطراف الشعر حتى لا تتقصف. لان شوفوا بنات، شوفوا بنات اطراف الشعر مرات اذا بقت متقصفه اذا بقت متقصفه راح يصعد التقصف للشعر اللي فوق. اي فراح يصعد التقصف لي وين؟ لي فوق. ف احسن شيء انه تقصونه يعني بين فتره وفتره. لحظه خل ادق لكم على امي، امي تتعيرني بالبلوزه. نحصل ماما، تعيرني بالبلوزة. أحلى شيء أني شما أخوك، ها أحلى شيء أمي جت العمان جابت لي بوماي هيك كبيرة، وهاي البلوزة شفتها بيها بوما، قلت ماما إلا سطيني إياها. هندق على ماما.
على حصل. ألو ألو ها يما ألو سونس سخبارك حبيبي الحمد لله تمام. ماما ليش تعيريني بلوزة بنورة بنورة ماما ليش تعيريني فضحتيني قدام الفانزات. ماما لبستها لأنه بها ريحتك. ما عيرت طبعا اكيد اطري جنن يا ما فدوا انا ماما 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 ايش جبتي لي من اجيتي العمان؟ شلون حبيبي؟ ايش جبتي لي من اجيتي العمان؟ جبت لك بو جبت لك بو ماي خلي لحظه خلي اشوفهم البو ما اوفي اقول ليش لابسه بلوزه بها بو ماي؟ مو عشان اشتق البو ماي انا احب البو ماي لانه كل شيء اتفائل بيها. اشوفكم ما شوفوا امي جابت لي اول ما خليت الغاب بالجنطه خليت البومه ماما. طبعا انا اخذت البلوزه لانه اول شيء مالتك والشغله الثانيه حتى من اشتاقت لبسه والشغله الثالثه لانه بيبومه ما يعني هذا الشيء فخر بلوزة ماما. لا ماما انت روح وريه اقولش ماما يعني هاني معناه نحفانه. اي والله يمتي مو بس نحفانه صارت لابسيني يعني معناه هاني نحفانه. ماما مشتهيه تمن احمر. شنو حبيبتي مشتهيه تمن احمر؟ شفتيهاتي تمن احمر اريد يوم وسمك. اوه أني مو اجيت وردت اطبخ لك ما خليتيني. ماما شو تطبخين؟ عند دربو الدليفري. ماما هسه شلون؟ ما حسيت تسوي السمك تطبيق. ماما اريد تمن احمر مش اريد تمن احمر. بس شلون بالله دزت شي الطريق؟ ماشي. ماما يلا جربالش على نفسك. كملتي شغلاتك من السوق جبتي رجعتي يعني؟ اي رجعت من السوق تسوقت وجبت اغراض للبيت ونظفتي البيت وغسلت ملابس وخلصت كل شيء. اخذت غراضك؟ اي اخذت غراضي خلصت. يعني ما ناقصك شيء بالمطبخ؟ لا ما كل شيء اخذت. سوقت. اوكي لا عاد راح أحاول على اللايف أشوف اللايف ما يلا شوفيني يلا باي باي يلا باي ما هلا حبيبي. هاي كل هاي مكالمة ثانية أمي شكلتي شربتي جبتي غراض من البيت سوقتي راح أرجعها البوماية لين كسر من قارها. فهاي هاي هاي جابت ليها من بغداد أمي. ربي يحفظ امك. شكرا لكم حبايب قلبي. شي ما في وجابة انا عندي ادمان على النت وما جاي ادرس عام تركت وهسه رجعت وزارة كل ما الزم لك اقضي الكتاب اضوجه سدة وما جاي ادرس 24 ساعة على النت. شوفي والله العظيم اكو شغلة حبيبتي فتور قلبك. خليني اشوف اظافرك. هاي اظافري. شوفوا اظافري هاي يعني لا مسوي اكريليك ولا شيء. المهم جديات انه مستقبلك اهم من الانترنت. الانترنت والله موجود على طول بس انت اذا عمرك راح وهسج ما بقى بالدراسة جديات راح بعد ما تقدرين تكملين ولا تقدرين تاخذين. فهاي نصيحه يعني دراسه اهم لك والله. كلها
انت عايشة بوحدك؟ اوكي يعني الله يساعدك بعد عن ايش الناس اللي تحبيهم عادي. هنا انا شوفوا هنا انا احلى شغلة انه يعني هنا اكو امان انه يعني حتى لو عايشة بوحدي سوات يعني عادي. صديقاتي نوبات يجون يعني بوتون يمي وشي يعني ما ابقى وحدي دائما. أحبك أحبك كل شيء في بيك. الله يرحم تعرفات المصطفى. شي ما بالخير عيسات جديدة ليكزز يعودين والله اندعمت السيارة اندعمت تفلشت راحت السيارة اندمرت بالتصليح هسه وكو قطع بها ما لقوها بعمان راح يشوفوا ليها من غير مكان. فتخيلوا يعني شلون انا انفقرت زي جوز الهند. انا صحيح بيه شعر كلش مفيد. تعيم الالماني انا كنت من الزم كتب اضج وعفو. يعني هاي مشكلة حبيبتي والله مو مشكلة. انتي اذا تخليني واسف تخليني عندي طموح انه انتي تدرسين صدقي وثقي بالله راح تدرسين وتنجحين. ما اقول لكم شنو البرد اللي عندنا شنو الانتلاج اللي عندنا درجة الحرارة نبات الصيف 1 شوف درجة الحرارة عندنا هاي بغداد شوف حواجبك شنها هلال. صدق طبعا اكو موقع مال احد صديقاتي دتك. الو طبعا دقيت عليه طلع يمي عائشه رخصه. عرفتي صار بي مو باليوم اللي اخذنا بها الرخصه طالعان من البيت ففتت مني من القناه اكو هيجي نزله دا انزل كان يجي واحد بكل سرعته يضرب سيارتي من ورا. اي والله فلشها بالنبي واجوا الشرطه وفتحوا كروكه وطلع الحق عليه وانه هو غلطان واخذوا وديته للوكاله. تأمين هي تأمين شامل مسوي بس شنو يعني هو لازم يصلح لي مو انا شو عليه. ف بالشركة وتخيلي انه اكو غراض بعمان مو موجودة لازم يجيبوها من خارج العراق يعني خارج عمان. شفتي حظي اي والله حطوا عينهم علي. شو سوى حب شو سوى ما تهنيت بيها الفقر ما تهنيت بيها. بعد اسبوعين يراد لها وقت لانه غراضها ماكو. بالعافيه حبو دير بالك بس والله العظيم لانه هنا الطقس مو زين يعني مو مال الواحد يطلع بسياره.
أنا همنا والله، أنا همنا أخطر نوب شنو أبا على رخصة وأقول ما مثهنيت بيها. أي والله شو أسوي؟ والله أنا اللي صار إن شاء الله خير، بس شنو دير بالك لأنه هنا يعني لا أنا ودوها للوكالة، فقالوا لأنه موديل هالسنة فلازم إنه يجيبون غرفها من برا، بس شنو يعني العاميم والورقة كلها اندمرت. سكتي انجلطت. لا حبيبتي عادي، يلا في دبي والله، يلا المهم اقول المهم ما صار بي شيء. والله شو اسوي حبيبتي، في دبي القلب والقرآن ببالي، بس هاي موضوع السيارة شوية شدهني على قلبي حبيبي، في دبي القلب والنبي ما تقصرين حبيبتي، تسلمي لي، خلينا نتشاوف عود ان شاء الله حبيبتي، فتوى لعيونك والله. هاي كم يوم كلش بالدوام وكلش تعبانه حبيبتي، فتوى لقلبي حبيبتي، والله اتشرف بيك، فتوى لعمرك. صح صح اي أيوة والله كلش على نياتي، اي أيوة والله فدوى لقلبك، فدوى لعمرك حبيبتي حبيبتي، فدوى لعينك. لا عادي انا يعني واخذة حذاري الحمد لله حبيبتي، اي ادري بيهن حبيبي. صح صح والله كلش، اي والله صح، اي والله صح. اقولش صدق، اكو موضوع اريد احكي وياك.